سلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الف مليار دعم كيما العاده، معكم سيدك وشفي. المره اللي فاتت درت لكم فيديو على جوازات السفر، رانكينج جديد تاع جوازات السفر. كان بزاف اللي بعثوا لي كومونتير وقالوا لي اذا نقدر ندير فيديو خاص على جواز سفر الجزائري. مالا وجدت لكم فيديو خاص خاوتي. لازم تعرفوا بلي كي نطلع الفيديوهات انا ما رانيش في هذاك المكان. كاين بزاف يقولوا لي اذا راك مثلا في مارسيليا اذا تقدر تصور لنا هذا المكان وهذا المكان. احيانا انا كي نصور مكان نكون صورته عندنا ثلاث اسابيع ولا تقريبا. اذا حابين تعرفوا وين نكون على الحي تابعوني على الانستغرام، راح نحط لكم الانستغرام تاعي في تحت في الديسكريبشن. ما تنساوش زهونا باللايك بالكومنتار وبارطاجيو مع كاع صحابكم. ربي يحفظكم كاع كيما راكم لا تدعموا فيا من القلب. يلا خلينا نروحوا للورديناتور. بسم الله خوتي، كيما راكم تشوفوا لهنا هاولي كانت دخلنا الجواز الجزائري. مانيش عارف اذا كنتو شايفين باللي المره الاخرى قلت لكم الجواز الجزائري راهو في الرانكينج 118. لا ماشي 2018 راهو في الرانكينج 85 كيما راهو مكتوب لهنا في العالم. العالم كاين هذا من اصل 192 رانا في 85. هام ليك اليوم حبيت نقول لكم الاماكن اللي تدي اللي يقدر يدينا الجواز الجزائري بدون تاشيره. هما 50 ديستنيشن فري فيزا فري اكسس، يعني نقدر ندخلوا 50 بلد بدون تاشيره بالجواز الجزائري. شوفوا انا هبط لهنا. بسم الله هاوليك هنا يدو كتلقاوهم هكذا كاع مستفين باينين. هنا نبداو باسيا، كاين كامبويا، هونغ كونغ، اندونيسيا، ماكاو، ماليزيا، مالديفاس، نيبال، سريلانكا، تاجيكستان و تيمور ليس. هادو كاع شوفوا هادو البلدان، كاين بزاف بلدان مهمين للسياحة لهنايا. مثلا كامبويا واحد من اهم البلدان للسياحة، هونغ كونغ، اندونيسيا، ماليزيا و ماكاو. نيبال تانيك مليحة، مالديفاس هذا شغل جزر كيما تاع الكاريبي هذوك، هادو البحر تما وين كان المياه الزرقاء. سريلانكا هذه عبارة عن جزيرة جاية قدام من الهند. المهم هادو هما البلدان في آسيا. كو شفتو دوكا نروحو لأستراليا وكاع واش جاورها. كاين هاد الكوك ايزلاند، ميكرونيزيا، نيو بالاو ايزلاند، ساموا وتوفلاو. هادو كاع جزر، هادو جزر خيالية للسياحة كيما راني نقول لكم. هادو اكثرهم لو كان شوفوا معايا مثلا لو كان ندير هذا البحث في جوجل نحوسوا على هذه الجزيرة شوفوا واش يخرج لنا. اكو تشوفوا شغل ها ما تتخيلوش عمركم ما تتخيلوا باللي الجواز الجزائري يديكم الجزر هكذا شغل جنة. وهاي اكثر الاماكن شوفوا ميكرونيزيا، شوفوا ها ندير نحوسوا وين يدينا ميكرونيزيا. شوفوا اكو تشوفوا اماكن خياليه كاين بزاف اللي يحتقروا الجواز الجزائري بصح الحقيقه يدينا الاماكن. بصح هذا الحاجه بوزيتيف، حاجه نيجاتيف فيها يعني هذا الايجابي والسلبي اللي فيها هو التذاكر غاليه بزاف باش تروح لهنا. التذاكر تاعها يسوى ممكن يسوى حوالي 2000 دولار، 2000 يورو. شوفوا ندير سمواديه كاع هادو ما جايين في المحيط. اكو تشوفوا هاو نوري لكم كاع وين جايين هاد الاماكن. هادو كاع جزر جايين هنايا قراب على استراليا، قراب على نيوزيلاند. هاي لي 5 سوايع من كاليفورنيا باش يجوا لهنا، 5 سوايع، 5 سوايع من استراليا، 3 سوايع ونص من نيوزيلاند. بعيدة بعد يعني من الجزائر. تخيلوا واذا من الجزائر لازم لك، واذا من أستراليا لازم 5 سوايع، حنا من الجزائر لازمنا واحد ما على باليش واحد 12-15 ساعة مينيموم، ما اقل حاجة 15 ساعة. المهم كيما قلت لكم هادو ما قاع جنات فوق الارض. شوفوا هادية، شوفوا كيفاش عاملها. واو هاي ليك عبارة عن شغل حوض برك وين كاين الاسماك مرميه في الهيكا قدام اوستراليا كيما قلت لكم. هاي ليك هنا، هاي ليك اوستراليا، هاي ليك هذه الجزيره وين جايه. كتشوفوا بعد بزاف. المهم احنا نكملوا البلدان، نروحوا لافريقيا. افريقيا كاين البنين، كاين الكاب كابفر، كاين الكوموروس هذا جزر القمر هذوما، كاين جيبوتي،
غينيا، غينيا بيساو، كينيا. ما كنتش عارف بلي كينيا بلا تأشيرة. شتو هذا مليح، هذا السياحة بزاف. كينيا كاين الكاب فير، شوفوا كينيا باش واحد يدير السفاري في كينيا في افريقيا، يعني الجواز الجزائري يقدر يدينا مدغشقر، المالي، موريتانيا، موريتس، موروكو، المغرب، هذا موزمبيق، رواندا، السنغال، سيشل. هذا تاني كما قلت لكم المره الاخرى، اللي ما شافش الفيديو تاعي يقدر يشوفه. السيشل هو اقوى جواز في افريقيا، خاطر بلاد سياحي كما كنتو تشوفوا. شوفوا هذا هو السيشل، قريب بزاف على الجزائر. جاي شوفوا ورا وجايه سيشل، جاي قدام دار السلام، زنزبار. هاوليك من جاي، جزيرة صغيرة جاية هنايا، يعني أحسن من هذوك الجزر اللي كاينين في ميكرونيزيا وهاد الأمور هادو، نوفل كاليدوني وكاع. نكملو، كاين صوماليا، كاين تنزانيا، توغو، تونيزيا، هذا وشنو، كونغو، أنغولا، اوغندا، سمحوا لي، هذه اوغندا والزيمبابوي. هذو البلدان الافريقيه كتشوفوا اكثرهم اللي يسمحونا بالدخول لاراضيهم بالجواز الجزائري هم البلدان الافريقيه. ومعد كاين الكاريبيان، الكاريبيان كاين الدومينيكا، هذه ما بايش من جايه، ماشي الريبوبليك دومينيكان، هذه جايه قدامها برك، الله اعلم يتكلموا بالانجليزيه. اي والله هاي ليك جزيرة صغيرة برك، كانت تحت السيطرة البريطانية، هذا هايتي، هايتي جاي قدام الريبوبليك دومينيكان، وسان فيسنتي نافاس غرناد، هذه سان فيسنت وغرناد ماشي غرناطة تاع اسبانيا، هذه غرناطة تاع امريكا تاع الكاريبي. نروح لامريكا، كاين البوليفيا، الاكوادور، والنيكاراغوا، على حسب معلوماتي الله اعلم، انا ما نعرفش بزاف عليهم هذه البلدان، صح نظن باللي ماشي بلدان ما يجلبوش للسياحه ولا حاجه اخرى، ما كاين، خاصه نيكاراغوا يقولوا من واحد من البلدان وين كاين بزاف الاوميسيد، يعني القتله يقتلوا بزاف. شوفوا ها، غير ديروا التصاوير يخرجوا هاد الامور، يعني ماشي بلاد امن كما يقولوا. شوفوا اكو، شوفوا يعني هذوك البلدان تاع امريكا هذوك ما يهمش مهمين. وبعد كاين ميدل ايست، الشرق الاوسط، كاين ايران، كاين جوردن، لبنان، سوريا، يمن، اظن اغلبيتها كاع هذو ما راهم في حروب، هذا راهي في حرب، هذه راهي في حرب، هذو ما راهمش مستقرين. المهم هذو كاع تاع ميدل ايست ما راهمش مستقرين حاليا، يعني كاين بزاف في البلدان اللي تسمح لنا نجوزو لهم هما اسيا، هذا هما. ومن بعد تاتيك حبيت نوريكم واحد الحاجه تانيك، اكو شتو 50 البلد اللي تسمح لنا، اللي يسمحونا البلدان باش نزوروهم بلا تاشيره. اوبا، عندك باسبورت، حاب نوريكم برك واحد الحاجه، جلوبال رانكينج، اي والله هنايا الله اعلم. شوفوا جلوبال، نحاول نوريكم واحد المعلومه برك، ماشي هنايا، اي والله خاوتي هادو هما، هادي هي المعلومه اللي حبيت نوري لكم. ماكو تشوفوا كي سيتيزنشيب باي انفستمنت بروجرام اون ذا 2018 باسبورت اندكس، ماكو تشوفوا هادو هما الجوازات السفر اللي يبيعوهم في العالم. هذا مثلا كي تروح لاوستريا، كي تروح للنمسا، هادو جوازات سفر للرجال اعمال، مثلا اللي عنده مليون يورو ولا 2 مليون يورو يروح لهاد البلدان، للنمسا، مالطا، والشيبر، القبرص، يعني هاد البلدان يبيعوا التأشيرات، يبيعوا الجوازات السفر تاعهم مقابل 500,000 يورو، مقابل مليون، مقابل 2 مليون يورو باي انفستمنت، يعني تشري منازل، تشري فنادق ولا تعمل مصانع في هذوك البلدان. هادو هما الثلاث بلدان في الاتحاد الاوروبي لي يعطوك الجواز سفر تاعهم مقابل حوالي 500,000 ما فوق، 500,000 يورو الى 2 مليون يورو. ومن بعد كاين هاد البلدان هادو اللي جايين في الكاريبي،
الكاريبيان ايزلاند دوما كما كنتو تشوفوا فيهم، كاين سان كيت نافاس، انتيغوا بربول، سانتا لوسيا، غرناد. بصح اظن هادو هما الاحسن. هذا ما كان خاوتي، هذا واش حبيت نوريلكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ربي يحفظكم كاع اللي راكم تدعموا فيا، اصبروا تشوفوا دوك نخرج لكم خير، نقول لكم بوجي. كما شفتوا خاوتي هذا هو واش كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنساو تزحونا كيما العاده باللايك بالكومونتير بارطاجيو انشروا مع كاع اصدقائكم باش نوصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. قريبا راح نحط لكم التوقيت تاع اللايف وين راح يكون، راح يكون في امستردام على واش من الساعه، راح نحط لكم على الانستغرام، ما تنساوش تابعونا، خلونا انطباعاتكم تما وتهلاو في روحكم وربي يحفظكم كاع كيما راكم، والسلام عليكم.